أعزائي طلبة الصف الثالث ثانوي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مدرسة على الهواء. إحنا هنستكمل مع بعض برضو مراجعة الجبر والهندسة الفراغية. إحنا كانت في الحلقة السابقة راجعنا بعض الأفكار، والأستاذ خالد هيستكمل معانا مجموعة أفكار جديدة برضو على نظام ورقة البوكليت، ورقة الامتحان في الاختيار من المتعدد وفي أسئلة المقال. هنبص مع بعض مع أستاذ خالد ونشوف السؤال الأولاني هيكون إزاي. أهلا بيك يا أستاذ اهلا خالد. وسهلا يا فندم. هنستكمل مع بعض المراجعه اللي كان عاملها الاستاذ ماهر، بنكمل مع بعض المسائل. نبدا بالسؤال الاولاني. السؤال الاول بيقول: اذا كانت نون تنتمي الى صاد الموجبه، حيث نون قاف 3 زائد 2 نون قاف 2 زائد نون قاف 1 بتساوي 120، فان نون بتساوي كام؟ افكرك بطريقه جمع التوافيق. الاول كنا بنقول ان نون قاف ره زائد نون قاف ر ناقص 1 هتساوي، بزود النون 1 يبقى نون زائد 1 قاف ر، اخد الكبيره، يبقى من ر، من بين ر ور ناقص 1 اخد ر، ما بين نون اللي هنا ونون اللي هنا ازود 1 تبقى نون زائد 1. طب امال هنحل المساله دي ازاي؟ نقول له انا هعمل كده، اقول له نون قاف 3 زائد، افك نون قاف 2 دي عباره عن 2 عباره عن قاف نون زائد للاساس 2 زائد قاف نون للاساس 2 زائد نون قاف 1، يبقى انا 2 نون قاف 2 فكيتها على انها قاف نون للاساس 2 اللي هنا 2 زائد قاف نون لل 2. نجمع بقى دي ونجمع دي، يلا نجمع دي مع بعض. انا عندي هنا نون وعندي هنا نون، تبقى نون زائد 1 قاف، اخد الكبيره اللي هي كام؟ 3. طب يلا نجمع دي، هتبقى برضو عندي هنا نون واخد الكبيره تبقى ايه؟ 2. نجمعهم هما الاثنين برضو، ما دي نون زائد واحد، نجمعهم برضو هما الاثنين، تعالى معايا بقى هنا نجمع، فهتبقى عبارة عن نون زائد واحد قاف 3 زائد نون زائد واحد قاف 2، هتبقى هزود الأس 1 هيبقى نون زائد 2 قاف، اخد تحت 3. الكلام ده كله بيساوي 120. ال 120 دي ممكن نقول له ايه؟ نون زائد 2 لام 3 على مضروب 3 بتساوي 120. مضروب 3 يعني 6، يبقى نون زائد 2 لام 3 بتساوي 720، اللي هي 10 في 9 في 8. ده معناه ان الكبيره بتساوي نون زائد 2، يبقى نون زائد 2 هتساوي 10، اذا النون تساوي 8. طب تعال نشوف الاختيارات اللي مختارها لي. قال لي ألف ب7 ب ب8 ج ب9 د ب10، اقول له النون هتساوي 8. هذه المساله بتعتمد على ازاي اعرف اجمع التوافيق. قاعده جمع التوافيق بيبقى النون ثابته فوق والر زايده واحد عن الثانيه، في ر وفي ر ناقص 1. نجمع ازاي؟ بنزود النون 1 وناخد الر الكبيره اللي ايه؟ في وسطهم. يبقى احنا كده قدرنا نجيب قيمه نون هنا بان انا جمعت التوافيق بتاعتي لغايه لما وصلتها للشكل اللي قدامك ده، ان نون زائد 2 قاف 3 بتساوي 120، حولتها لتباديل، يبقى نون زائد 2 لام 3 على مضروب 3 بتساوي 120، ومضروب 3 اللي هو 6 في 120 ب720، فكيتها 10 في 9 في 8 اعداد متتاليه ورا بعض، وقلت له اكبر عدد هنا ال 10 بيساوي الدليل اللي هنا، يبقى نون زائد 2 بتساوي 10، ووديت ال 2 الناحيه الثانيه وطرحتها فطلعت نون بتساوي 8. ناخد مثال كمان. المثال التاني بيقول: إذا كانت واحد في مفكوك س زائد ص أس ن، إذا كان الحد السابع هو الحد أكبر معامل فإن ن بتساوي كام؟ أكبر معامل يعني هو أكبر حد موجود في الحدود كلها، يعني أنا لو أنا عندي هنا ح واحد زائد ح 2 زائد ح 3 زائد ح 4 زائد ح 5 زائد ح 6 زائد ح 7 زائد ح 8 مثلا، طبعا لغايه ح نون، المفروض ان ح 7 ده اكبر معامل، يبقى المفروض ان هو اكبر من اي حد هنا واكبر من اي حد هنا، فهقول له يبقى ح 7 اكبر من ح 6، ده اكبر معامل، وبالتالي هقول له يبقى ح 7 على ح 6 اكبر من الواحد، ونطبق القانون بقى. يبقى نيجي نقول له ايه؟ خلي بالك احنا بنتكلم على معامل، يبقى هنيجي نقول له نون ناقص 6 زائد 1 على 6 اكبر من الواحد. ونشوفها في الورقه اللي بعديها هنا كده، هتبقى نون ناقص 5 على 6 اكبر من الواحد.
يبقى نون ناقص 5 اكبر من الستة، هضرب في ستة هنا وفي ستة هنا، ويبقى النون اكبر من الحداشر. طيب ما انا عندي برضو ح 8، انا عندي ح 7 اكبر من ح 8، لان ح 7 اكبر الحدود كلها، وبالتالي لو قسمنا هيبقى ح 8 على ح 7، خلي بالك انا عكست، اقل من الواحد. ح 8 على ح 7 لان ح 8 اقل من ح 7، يبقى ح 8 على ح 7 اقل منين؟ من الواحد. طيب يلا نطبق القانون، يبقى نون ناقص 7 زائد 1 على 7 اقل من الواحد، بالضرب في 7 يبقى نون ناقص 6 سالب 7 زائد 1 يبقى 6 اقل من ال 7، واودي ال 6 الناحيه الثانيه تبقى نون اقل من ال 13. انا عندي هنا نون اكبر من ال 11 وعندي هنا نون اقل من ال 13، يبقى اذا النون في الوسط، يبقى النون هتساوي كام؟ 12. يبقى تعالى نبص للاختيارات هنا كده، هنلاقي الف ب 12، ب ب 13، ج ب 14، د ب 15، اقول له الالف. المساله تعتمد على انه اكبر معامل ده هو اكبر معامل في الحدود كلها، فهو اكبر من اللي اي حد على اليمين واكبر من اي حد على الشمال. فانا جبت لك هنا حد على اليمين اللي هو ح 6، وجبت لك حد على الشمال اللي هو ح 8، وقلت لك ح 7 اكبر من ح 6 وح 7 اكبر من ح 8، وعملت متباينتين، متباينه طلعت ان النون اكبر من 11، ومتباينه طلعت ان النون اقل من 13، يبقى هتقع في وسطيهم يتوسطهم يتوسطهم اللي هو بينحصر ما بين ال 11 وال 13، هتطلع بكام؟ ب 12. معانا علي من سوهاج. الو علي. علي الو. السلام عليكم يا سلمان. ازيك يا علي، اخبارك ايه يا علي؟ الحمد لله، الله يعينك. كله تمام يا علي ولا في مشاكل؟ لا تمام. معلش يا مستر، بس كان معايا كام سؤال كده وانا طلب سؤال. طب مالي كده يا علي، بس على مهلك كده. اذا كان افتح مقياس. افتح مقياس اللي هو محدد يعني. عادة محدد. الصف الاول الف تكعيب ناقص واحد. قصدك ده محددات بقى، الف تكعيب ناقص واحد. محددات. ب تكعيب ناقص واحد جنبها بالصف الاولاني. انت بتمليني صف. مش وبيت الصف الاولاني ب تكعيب ناقص واحد. ايوه ماشي يا علي. جيم تكعيب ناقص واحد. جيم تكعيب ناقص واحد، ده الصف الاول. الصف الثاني بقى يا علي. الف تربيع. ألف تربيع ناقص واحد. ب تربيع. لا لا، ألف تربيع بس. ب تربيع. والصف الثاني وب تربيع وجيم تربيع. والصف الثالث ألف وب وجيم. ألف وب وجيم. إيه يا علي؟ ده مسألة سهلة دي يا علي خالص يا علي. ماشي يا علي، إيه تاني؟ حيث ألف لا تساوي ب لا تساوي جيم، اثبت أنه ألف ب جيم بتساوي واحد. عايزين نثبت ألف ب جيم بتساوي واحد. برضك في مسألة ثانية برضك عن المحددات يا مستر. محددات ثانية. ها؟ حل المعادلة، الصف الأول سين سين زائد واحد، وبعدين سين زائد واحد الصف الأول سين، بعد كده اثنين سين زائد واحد. اثنين سين زائد واحد. ثلاثة سين زائد اثنين. وثلاثة سين زائد اثنين. الصف الثاني اثنين سين زائد واحد. اثنين سين زائد واحد. ثلاثة سين زائد اثنين. ثلاثة سين زائد اثنين. أربعة سين زائد ثلاثة. أربعة سين زائد ثلاثة. الصف الثالث. ثلاثة سين زائد واحد. ثلاثة سين زائد واحد. خمسة سين زائد ستة. خمسة سين زائد ستة. عشرة سين زائد تسعة. عشرة سين زائد تسعة. معلش سؤال ثاني، عايز احل يعني عايز انت حل المعادلة. تاني يقرا الصف تاني كده بقى، صف واحد. هو الصف الاولاني يا علي سين و2 سين زائد 1 و3 سين زائد 2، مش كده يا علي؟ سين زائد 1 و3 سين زائد 2. وبعدين الصف الثاني 3 سين زائد 1 و3 سين زائد 1. 2 سين زائد 1 و3 سين زائد 2 و4 سين زائد 3. ماشي؟ ماشي. طب ايه السؤال الثاني؟ اوجد معامل الحد الاوسط في المفقود 1 زائد 3 سين. معامل الحد الاوسط مفقود 1 زائد 3 سين زائد 3 سين تربيع زائد 3 سين تكعيب، الكل اس 4. 1 زائد 3 سين وبعدين زائد 3 سين تربيع زائد 3 سين تكعيب، الكل اس 4. 3 سين تكعيب الكل اس 4. بص يا علي عشان اريحك في المساله دي يا علي، اسمعني كده على طول. دي مفكوك 1 زائد سين الكل تكعيب. مفكوك 1 زائد سين الكل تكعيب. ايوه خلاص، كانها 1 زائد سين الكل اس 7. يبقى 1 زائد سين الكل اس 12. اللي جوه ده، اللي جوه ده 1 زائد 3 س زائد 3 س تربيع زائد 3 س تكعيب، ده عباره عن مفكوك 1 زائد س تكعيب. 1 زائد س الكل تكعيب.
ماشي يا علي. عليها القانون العادي. ها؟ وبعدين ترفعها القانون العادي هتطلع معايا. مش سامع. اه يا مستر. ها؟ هقول لك يا مستر، هي الثلاثة سين، واحد زائد سنتك زائد سين كل أستك إيه، لو هطبق عليها القانون هتطلع معايا عادي. انا بس صوتك بيقطع يا علي، طب حاول اتحرك كده شويه. بس يا علي بص لي، انا المساله دي هتبقى في الاخر واحد زائد س الكل اس 12 تمام. بعد كده هتشتغل عادي بقى، هات معامل الحد الاوسط عادي. خلاص نشوف له نحل له بتاعه المحددات الاولى دي، والباقي هو ايه نحلها بتاعه حلها على صوره مجموع محددين. ماشي يا استاذ، ماشي. هيبقى ألف تكعيب ناقص واحد، وب تكعيب ناقص واحد، وج تكعيب ناقص واحد، وهنا ألف ألف تربيع، ب تربيع، ج تربيع، وهنا ألف وب وج، هنفكها على هيئة مجموع محددين. هيبقى ألف تكعيب، ب تكعيب، ج تكعيب. أنا كده فكيت الصف الأول، يبقى الصفين التانيين ثابتين، يبقى ألف تربيع، ب تربيع، ج تربيع، وألف وب وج. وهنا هقول له آخد ناقص مشترك، هقول له ناقص مشترك هنا هيبقى واحد واحد واحد، ألف تربيع، ب تربيع، جيم تربيع، وهنا ألف ب جيم. بس أخد بقى ألف من هنا بقى، ناخد ألف مشترك وب مشترك، ألف من العمود مشترك الأول، وب من العمود الثاني، وجيم من العمود الثالث، هيبقى ألف ب جيم. هيبقى لي ألف تربيع، ألف واحد، وهنا ب تربيع، ب واحد، وهنا جيم تربيع، جيم واحد. خلاص، وهنا المحددين دول ممكن ادور التاني، ممكن ندور التاني نغير الاشاره بتاعته تاني. احنا هندور يعني هنغير اشاره مرتين. هيبقى برضو نفسها ناقص، هتبقى عباره عن الف تربيع، ب تربيع، ج تربيع، وهنا الف ب ج، وهنا واحد واحد واحد. بس يبقى هنا بقى بفك عادي بقى المحددات. نفك بقى المحددات عادي، وهتطلع المسألة في الآخر ألف ب ج. اوكي. نشوف المسألة اللي بعديها. نشوف بتاعت حل المعادلة برضه، حل المعادلة ماشي، ما فيش مشكلة يعني. ولا نجيب له المفكوك اللي هو قال عليه ده؟ نحط له المفكوك اللي هو 1 زائد 3 س زائد 3 س تربيع زائد س تكعيب الكل أس 4. أنا لو جبت 1 زائد س الكل تكعيب ونفكها عشان نوريها له بس الاول، هيبقى عباره عن 1 زائد 3 قف 1 س زائد 3 قف 2 س تربيع زائد 3 قف 3 س تكعيب. 3 قف 1 ادي 1، 3 قف 1 ب 3 س، و3 قف 2 برضو ب 3 س تربيع، و3 قف 3 اللي هي س تكعيب. بص كده، ده عباره عن 1 زائد س الكل تكعيب، يبقى انا هشيل كل دول واقول له ده عباره عن 1 زائد س الكل تكعيب الكل أس 4. هيطلع في الآخر عبارة عن 1 زائد س الكل أس 12. عايز هو الحد الأوسط، اللي هو طبعا السابع، الحد السابع، معامل الحد الأوسط. ما هي بس سابع، لأن عندك معامل الحد الأوسط بقول له بقسم ال 12 على 2 وأضيف عليها 1، يبقى الحد السابع. يبقى حد السابع هيبقى عبارة عن 12 قاف 6 في الأول أس الفرق اللي هو أس 6، في الثاني اللي هو س أس نفس الدليل. أنت عايز المعامل، فالمعامل هيطلع بتساوي قف س بواحد، المعامل عبارة عن 12 قاف 6. ماشي يا أستاذ خالد، نكمل مسائلنا وبعدين نشوف المسألة الثانية دي. المسألة اللي معانا دلوقتي بيقول إذا كان 1 زائد أوميجا الكل أس 7 بتساوي أ زائد ب أوميجا، حيث أ و ب عددان حقيقيان، فأن الزوج المرتب أ و ب بيساوي، هل هو صفر وسالب واحد؟ هل هو واحد وواحد؟ هل هو صفر وواحد؟ هل هو واحد وسالب واحد؟ مسألة تاني كده، هنمسك الطرف الأيمن ده اللي هو 1 زائد أوميجا الكل أس 7، هنيجي نقول له 1 زائد أوميجا بسالب أوميجا الكل تربيع الكل أس 7. يعني الناتج بتاع المسألة دي عبارة عن سالب أوميجا تربيع الكل أس 7. طيب السبعة هتخش على السالب هنا، هتفضل تنزل سالب زي ما هي، والسبعة هتخش على أوميجا تربيع تبقى أوميجا أس 14. أوميجا أس 14 أقل عدد يقبل اسم على الثلاثة فيها هي أوميجا أس 12، يبقى معنى كده أن الناتج ده هيساوي سالب أوميجا إيه تربيع. سالب أوميجا تربيع دي بتساوي أ زائد ب أوميجا. طب أنا ممكن أدخلها جوه، هتبقى أ
زائد ب اوميجا زائد اوميجا تربيع بتساوي صفر. لما يبقى الف زائد ب اوميجا زائد اوميجا تربيع بتساوي صفر، يبقى اكيد الالف بواحد والب بواحد، لان انا عندي قاعده بتقول ان واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع بتساوي ايه؟ صفر. يبقى في الحاله ديت، يبقى في الحاله دي لابد ان انا اقول له يبقى الالف هيساوي واحد والب هتساوي واحد والزوج المرتب اللي معايا هيبقى واحد وواحد. ولما اجي اختار هختار الاجابه ب. يبقى مره تانية عشان نوضح للطلبه، بنقول له واحد زائد اوميجا الكل اس سبعه، هشيل واحد زائد اوميجا دي كلها واحط مكانها سالب اوميجا تربيع الكل اس سبعه. بعد كده هدخل السبعه على الاشاره وادخل السبعه على الاوميجا تربيع، هيبقى سالب اوميجا اس 14. سالب اوميجا اس 14 دي ممكن اكتبها سالب اوميجا اس 12 زائد 2. اوميجا اس 12 بواحد، يبقى الناتج هيطلع كل الواحد زائد اوميجا لكل اس 7 دي هتساوي سالب اوميجا تربيع. طيب المساله كانت بتقول ان واحد زائد اوميجا لكل اس 7 بتساوي الف زائد ب اوميجا. اشيل ده كله واحط مكان اللي انا سويته، هيبقى سالب اوميجا اوميجا تربيع بتساوي الف زائد ب اوميجا، وادخلها جوه الناحيه دي هيبقى الف زائد ب اوميجا زائد اوميجا تربيع بتساوي صفر، اللي هي بتساوي واحد زائد اوميجا زائد اوميجا تربيع. بالمقارنه هيبقى الالف بتاعتي هتساوي كام؟ واحد، وهيبقى الب بتاعتي هتساوي واحد، وهيبقى الزوج المرتب اللي هو الف وب هيساوي واحد وواحد. واختيارنا ماشي. في فكره تانية يا استاذ خالد، انا ممكن استبدل سالب اوميجا تربيع واكتبها واحد زائد اوميجا، سالب اوميجا تربيع احطها بواحد زائد اوميجا وقارن، لان الواحد زائد اوميجا بسالب اوميجا تربيع. يبقى انا ممكن استبدل سالب اوميجا تربيع واكتبها واحد زائد اوميجا. ما انت بعد ما خلصنا ممكن لا دي على طول، ما هي اسهل له وقارن يعني المعاملات. يعني ممكن اجي هنا في المساله دي كده بدل ما ادخلها جوه اقول له دي سالب هنا واكتب واحد زائد اوميجا بتساوي الف زائد ب اوميجا، يبقى قارن ودخل المعاملات السالب عليهم. ما هي لا ما خلاص، هي الاوميجا السالب اوميجا تربيع بواحد زائد سالب في سالب بموجب هنا. وبالتالي هيبقى الالف بتساوي واحد والب بتساوي اوميجا. نفس ماشي. المقارنه نفس المقارنه. المساله الثانيه بتقول ه اس سيتا ت زائد ه اس سالب سيتا ت بتساوي نقط، واحنا عايزين نختار من ضمن الاختيارات اللي معانا، فاحنا بنقول له ايه؟ تعالى نحول كل صوره اسيه الى صوره مثلثيه. ه اس سيتا ت زائد ه اس سالب سيتا ت بتساوي كام؟ فطبعا دي صوره اسيه، الصوره المثلثيه بتاعتها جتا سيتا زائد ت جا سيتا. طيب ودي هنيجي نقول له جتا سالب سيتا زائد ت جا سالب سيتا. انت عارف طبعا الزاويه السالبه في الجتا بتلغي الاشاره، انما في الجا بتخرج الاشاره، فهاجي اقول له جتا سيتا زائد ت جا سيتا، والسالب اللي هنا هيتلغي هيبقى عباره عن جتا سيتا لانها داله زوجيه، وهنا السالب اللي هنا هيخرج هيبقى سالب ت جا سيتا. هتبص تلاقي نفسك معايا ت جا سيتا وسالب ت جا سيتا هيروحوا مع بعض، والناتج الجمع هيساوي 2 جتا سيتا. هندور في الاجابات بتاعتنا الف ه اس 2 سيتا ب 2 جا سيتا. هي دي، بعد ما انا طلعتها بختار الاجابه بتاعتي، فالاجابه بتاعتي هتطلع 2 جتا سيتا. بما ان الجتا داله زوجيه فجتا سالب سيتا بتساوي جتا سيتا، يبقى هنا واضح من دي. احنا عندنا الداله الزوجيه جتا سالب سيتا بتساوي جتا سيتا، انما جا سالب سيتا بتساوي سالب جا سيتا، لانها دي زوجيه ودي فرديه ودي فرديه. وبالتالي احنا استفدنا من الحته ديت لما جينا عند جتا سالب سيتا هنا لغينا الاشاره، انما عند جا سالب سيتا نزلنا الاشاره بره، وبالتالي بقت العدد ده سالب والعدد ده موجب راحوا مع بعض. نيجي ناخد المساله اللي بعديها، بيقول له ت اس 12 زائد ت اس 13 زائد ت اس 14 زائد نقط نقط لغايه ت اس 112. واضح طبعا ان المساله كده عامله متتابعه هندسيه. اعرف منين؟ نقول له اقسم ت اس 13 على ت اس 12. هقسم اهو قدام منك ت اس 13 على ت اس 12 هتطلع فيها ت. طيب تعال اقسم معايا تاني ت اس 14 على ت اس 13 هتطلع برضو ت. اذا دي متتابعه هندسيه. طب المتتابعه الهندسيه ديت الحد الاول بتاعها ايه؟ الحد الاول بتاعها ت اس 12
ت اس 12 ده يقبل القسم على 4. اي عدد يقبل القسم على 4 مرفوع للت يبقى بواحد. طيب ال بكام؟ ال بت. طب هم عددهم كام؟ نيجي نقول له اول عدد 12 اخر عدد 112، يبقى النون عباره عن 112 ناقص 12 زائد 1. 112 زائد ناقص 12 ب 100 زائد 1 تطلع ب 100 وكام؟ 1. عشان تعرف عدد العدد الكلي بين عددين اولهم 12 واخرهم 112 تطرحهم وتضيف واحد عليهم. طرحناهم 112 ناقص 12 يطلع ب 100، 100 تضيف عليها واحد تطلع ب 100 وكام؟ 1. هات بقى المجموع، لان دول كلهم مجموع. مجموع 101 عباره عن القانون بتاعها الف في ر اس ن ناقص 1 على ر ناقص 1. نكمل في الصفحه اللي جايه، هيبقى ج 101 بتساوي الف احنا قايلين عليه 1 في ر اس ن، الر بت اس ن اللي هي 101 ناقص 1 على ت ناقص 1. طيب انا ممكن اكتب ال 101 دي عباره عن 1 في ت اس 100 زائد 1 ناقص 1 على ت ناقص 1. ال 100 تقبل القسم على 4، اذا ممكن ان انا استغنى عنها. يبقى في الحاله دي هتبقى 1 في ت اس 1 ناقص 1 على ت ناقص 1، راح ده مع ده والناتج يطلع بكام؟ بواحد. فهو بيديني الاختيارات وبيقول لي المجموع ده بيساوي ت ولا بيساوي سالب 1 ولا بيساوي 1 ولا بيساوي سالب ت. نقول له ده بيساوي 1 لان احنا جمعناها وطلعناها بتساوي 1. شوف المساله اللي بعد كده، بيقول له سعة العدد المركب 1 ناقص جتا سيتا زائد ت جا سيتا تساوي، حيث سيتا اكبر من الصفر واقل من ايه؟ من باي. فاحنا عشان نمسك المسألة ديت نمسك العدد الحقيقي الاول ونقول له 1 ناقص جتا سيتا، افكها عبارة عن 1 ناقص وافتح قوس، الجتا سيتا هعملها 1 ناقص 2 جا تربيع سيتا على الاتنين. علشان اطير الواحد اللي هنا هيبقى واحد، والسالب هيخش تبقى سالب واحد، وسالب في سالب بموجب اتنين جا تربيع سيتا على الاتنين. يبقى انا كده مسكت الجزء الحقيقي وطيرت ده مع ده وقلت له واحد ناقص جتا سيتا في الاخر هتبقى اتنين جا تربيع سيتا على الاتنين. طب ما نمسك الجزء التخيلي اللي هو جا سيتا، هفكها عبارة عن اتنين جا سيتا على الاتنين جتا سيتا على الاتنين. يبقى انا كده معايا المساله بالمنظر ده، العدد اللي عندي الجزء الحقيقي بتاعه عباره عن 2 جا تربيع سيتا على الاثنين، والجزء التخيلي بتاعه عباره عن 2 جا سيتا على الاثنين جتا سيتا على الاثنين. ممكن اخد عامل مشترك اللي هو 2 جا سيتا على الاثنين وهفتح قوس، هيبقى لي هنا جا سيتا على الاثنين ناقص جتا سيتا على الاثنين في ت هنا زائد. يا مستر هنا العدد مش متظبط، لان المفروض الجتا تبقى هنا والجا تبقى المفروض المسقط الاولاني جتا والثاني جتا. يبقى لابد ان احنا نطرح من كام؟ من 90 عشان نظبطها. دي بتقع في الربع الاول، يبقى 90 ناقص سيتا، يبقى جا سيتا على الاثنين افتح قوس جتا 90 ناقص سيتا على الاثنين زائد ت جا 90 ناقص سيتا على الاثنين. عشان تظبط المسألة ديت يبقى هتعملها في الربع الأول وتطرح منها 90، فتبقى 90 ناقص سيتا على الاتنين. طيب يبقى معنى كده إن هو بيسألني على السعة، يبقى سعة العدد ده هيساوي باي على الاتنين ناقص سيتا على الاتنين. طب تعالى نشوف كده الاختيارات اللي معايا. هو بيقول له هنا هل هي باي على 4 ناقص سيتا على الاتنين؟ هل هي باي على الاتنين ناقص سيتا؟ هل هي باي على الاتنين ناقص سيتا على الاتنين؟ نقول له هي باي على الاتنين ناقص سيتا على الاتنين اللي احنا طلعناه. ماشي. ألو حليم. ألو. الو الو. السلام عليكم. اهلا. السلام ورحمة الله. مستر معلش كان بس عندي كام سؤال. اتفضلي حضرتك. سؤال بيقول لي ميم زائد سين الكل اس ن. على مهلك عليا. ميم زائد سين الكل اس ن. ميم ميم زائد سين الكل اس ن. بيساوي 3 الف 3 الف زائد 6 الف سين زائد 6 الف ميم سين سين زائد 5000 سين تربيع زائد 5000 سين تربيع. اوكي. اوجد قيمة ميم والف. اوجد قيمة كل من ميم والف. ده سؤال. في سؤال تاني. الكل كام؟ ميم زائد سين الكل اس ن؟
ميم زائد سين الكل اس نون. يبقى ميم زائد سين يبقى النون بثلاثة على طول. النون بثلاثة. لا لا هو بعد كده عامل زائد وسايب لي نقط بعد كده. يعني في نقط يعني هي يعني هنا يعني المسألة هي زائد ونقط كتير. يعني لسه كده نون مفتوحة. طيب ماشي ايه تاني؟ في مجموع معاملات الحدود في مفكوك واحد زائد س الكل اس خمسة بيساوي ايه؟ مجموع معاملات الحدود لواحد زائد كم؟ سين الكل أس خمسة. حط سين بواحد خلاص يبقى 32. حط سين بواحد يبقى واحد زائد واحد يبقى 2 يبقى 2 يبقى 2 أس خمسة يبقى 32. يعني هنا ما دام قال لك معاملات الحدود على طول تحطي المتغير بواحد. اي معاملات حدود حطي وبعدين انا حليت. يعني هتتفرجي على الحلقه النهارده من 8 ل 10 هتلاقيني هديكي بقى حاصل ضرب معاملات الحدود. يعني هديكي دي ودي ان شاء الله. ماشي. ايه تاني؟ كان في بس سؤال تاني. هي كانت محددات بيقول لي س تكعيب زائد واحد. س تكعيب زائد واحد. جنبها س ناقص واحد. س ناقص واحد. تحت س زائد واحد. س زائد واحد. جنبها س تكعيب زائد ناقص واحد. س تكعيب ناقص واحد. دي 2 في 2. محدد من الدرجه الثانيه. الو؟ ايوه. عايزه ايه بقى؟ حل المعادله. هو عايز بيساوي ايه؟ ها؟ هو عايز بيساوي كام؟ بيساوي كام؟ ماشي تمام. لا هو عايز معلش عدد الحلول فيها. معلش انا اسف. عدد ايه؟ عدد الحلول. مجموعة الحل. مجموعة الحل. بصي هقول لك حاجة اسمعيني كده بسرعة. طيب اولا طيب. خلي بالك انت في س تكعيب زائد واحد تتحل المجموع مكعبين معايا؟ هتبقى س زائد واحد في س تربيع ناقص س زائد واحد. تمام؟ تمام. هطلع س زائد واحد عامل مشترك من العمود الاولاني باينة اهي. تمام؟ وبرده هنا س تكعيب ناقص واحد بطلع بحللها س تكعيب ناقص واحد س ناقص واحد في س تربيع زائد س زائد واحد. تمام. هطلع س ناقص واحد. خلي بالك اللي هيشرحه الاستاذ ماهر انا هكتبه لك اهو. س تكعيب زائد واحد عباره عن س زائد واحد في س تربيع ناقص س زائد واحد. تمام. قوس صغير وقوس كبير. هنا هدي س ناقص واحد ديت برضو س زائد واحد ديت عاملها لك كده اهو قوس صغير وقوس كبير. هنا س ناقص واحد س تربيع زائد س زائد واحد. هنا ممكن اخد س زائد واحد عامل مشترك وهنا ممكن اخد س ناقص واحد عامل مشترك. معايا؟ تمام. يبقى احنا كده خدنا س زائد واحد عامل مشترك في س ناقص واحد عامل مشترك. تعالي نكتب الباقي بقى. على مالك بقى عشان ايه نوضحها هتجميع حصل الضرب هتطلع معاكي على طول سهله. بعد ما طلعنا العامل المشترك اهو قدامك س زائد واحد في س ناقص واحد هيبقى لك هنا س تربيع ناقص س زائد واحد وهنا واحد وهنا واحد وهنا س تربيع زائد س زائد واحد. مظبوط كده؟ ده طبعا هنضرب بقى طرفين في وسطين. هي هتطلع س تربيع ناقص س. خلي بالك هنا واضح انها س اس 4 ناقص س تربيع زائد واحد ناقص واحد. هيكتبها يا استاذ خالد. اكتبها كده يبقى س زائد واحد في س ناقص واحد اللي هي هتعطي اللي في س ناقص واحد. وبعدين هفتح قوس س 4 ناقص س تربيع ناقص س تربيع زائد واحد زائد واحد ناقص واحد بقى اللي هو حاصل ضرب هنا. ما انا بفك بقى المحدد. ايوه ناقص واحد المفروض ده كده. هشطب الواحد مع الناقص واحد واخد س تربيع عامل مشترك. طبعا ده هيروح مع ده وهاخد س تربيع عامل مشترك. هتبقى س زائد واحد في س ناقص واحد وانا واخد س تربيع عامل مشترك هيبقى لي س تربيع ناقص ايه؟ واحد. دي كمان هتتفك هتبقى كده. مجموعة الحل عندي ثلاث حلول. في س ناقص واحد في س تربيع في س زائد واحد في س ناقص واحد. هتبص تلاقي الحل هنا واحد وسالب واحد وسالب واحد وصفر ودول متكررين. ثلاث حلول. يعني مجموعة الحلول يا واحد يا سالب واحد يا صفر. معايا يا طب هو كان في الاختيارات وهو كان عامل لي خمسة. عدد الحلول خمسة. هو ده أصلا اختيارات فأنا بقى كده هياخد مني وقت كتير قوي لما أقعد أحل كل ده. لا أنت بس هو يمكن بصي على الإشارات شوية. لكن هي عامة يعني فكرتها أنت فهمتي الفكرة بتاعتها ولا مش فاهماها؟ لا أنا فهمت الفكرة. خلاص بصي على مهلك كده واضربي. هسا هو ضرب القوسين س تربيع زائد س زائد واحد في القوس الثاني اللي هو س تربيع ناقص س زائد واحد. هو المشكلة عندك في دول. اضربيهم كده بهدوء هتبص تلاقيها طلعت. تمام. ماشي ايه تاني؟ لا بس كده شكرا. ماشي اوكي. برضه هنا بنتكلم على مجموع معاملات الحدود اللي كانت بتسال عليها طالبه هنا. فهو بيقول لي مجموع معاملات حدود مفكوك وقايل لي المفكوك 1 زائد س ناقص 3 س تربيع الكل اس 2018.
فاحنا طبعا قلنا اي مجموع معاملات هنضع السين بكام؟ بواحد. بص يا استاذ ظبط الورق، بص لفها شويه. هنضع السين بواحد، يبقى نقول له نضع السين تساوي واحد، فهيبقى واحد زائد واحد ناقص ثلاثة في واحد كل تربيع اللي هو واحد بيساوي 2018. يبقى هنيجي نقول له يبقى واحد وواحد اتنين، وتلاتة في واحد بتلاتة، الكل أس 2018، هيطلع الناتج سالب واحد الكل أس 2018. طبعا ده عدد زوجي، هيلغي الإشارة، فالناتج هيطلع بكام؟ بواحد. الاختيارات اللي عندي سالب واحد، واحد، صفر، 2017، انا هختار رقم د. المساله اللي بعديها بيقول لي المضلع الذي يحتوي على 44 قطر عدد اضلاعه تساوي. المضلع الذي يحتوي على عدد 44 قطر، انا عندي قانون للقطر، عدد الاقطار بتساوي نون قاف 2 ناقص نون. طب ما انا عندي عدد الاقطار موجوده في المساله، تبقى 44 بتساوي نون قاف 2 ناقص نون. طب ما انا نون قاف 2 دي انا ممكن افكها، يبقى انا عندي هنا 44 بتساوي نون في نون ناقص 1 على 2 ناقص نون. معايا يا مستر؟ تمام. نون قاف 2 بفكها نون في نون ناقص 1 على 2 اللي هي مضروب الاثنين. وبعدين اقول له بالضرب في 2 لكل مساله، يبقى هنا 88 بتساوي نون في نون ناقص 1 ناقص 2 نون. ونكمل في الورقه اللي بعديها. هيبقى 88 بتساوي نون تربيع، دخلت النون اهو، نون في نون بنون تربيع ناقص نون ناقص 3 ناقص 2 نون. يبقى 88 بتساوي نون تربيع ناقص 3 نون. نودي دي الناحية التانية، تبقى نون تربيع ناقص 3 نون ناقص 88 بتساوي صفر. ماشي اوكي، كمل انت. ويبقى احلل القوسين نون ونون ناقص وزائد 11 في 8. ال 11 هنا وال 8 هنا. اما ان النون بتساوي 11 او النون بتساوي سالب 8، وده مرفوض. يبقى عدد الاضلاع او المضلع عباره عن 11 ضلع. يبقى المساله اللي احنا بنقولها لازم نبقى حافظين قانون عدد الاقطار. عدد الاقطار بيساوي نون قاف 2 ناقص نون، اللي هو عدد الاقطار بنعوض عنها ب 44 بتساوي نون قاف 2 ناقص نون، وعوض وحل المساله. المساله اللي بعديها، بص على الورق يا استاذ خالد. ماشي. المساله اللي بعديها عباره عن أوميجا تربيع زائد واحد على أوميجا في واحد زائد واحد على أوميجا الكل تربيع. فنيجي نقول له أوميجا تربيع أهي زائد واحد على أوميجا اللي هي بأوميجا تربيع، وهنا واحد زائد واحد على أوميجا تربيع اللي هي أوميجا الكل تربيع. طيب أوميجا تربيع زائد أوميجا تربيع باتنين أوميجا تربيع، واحد زائد أوميجا اللي هي سالب أوميجا تربيع الكل تربيع. هيبقى هنا 2 اوميجا تربيع، والتربيع هيلغي الاشاره، وهنا تبقى فيه اوميجا تربيع. يبقى الناتج عباره عن اوميجا اس 4. اوميجا اس 4 ديت باوميجا، يبقى هنا 2 اوميجا تربيع في اوميجا، هيطلع الناتج 2 اوميجا تكعيب اللي هيطلع في الاخر ب 2. الاختيارات اللي عندي ا ب 2، ب بصفر، ج بسالب 3، د بسالب 5، احنا مطلعينها 2 فبنختار العدد 2. عندي مسألة في المحددات بيقول لي مجموعة حل المعادلة س زائد 2 س ناقص 3 و3 س و2 س و س و س وناقص س وصفر بتساوي 96. على مهلك بس يا استاذ. عندي مجموعة حل المعادلة عبارة عن س و2 س و3 س، وهنا 3 س و2 س وس، وهنا س وسالب س وصفر بتساوي 96. اوجد في ح حل المعادلة دي. فأنا أول حاجة باخد س من كل صف من الصفوف، هيبقى س مرة وس في الصف الثاني وس في الصف الثالث، وهيبقى لي بقى من هنا 1 2 3، وهيبقى لي هنا 3 2 1، وهيبقى لي هنا 1 سالب 1 0 بتساوي 96.
طيب س في س في س بس تكعيب، وادي المحدد قدام منك اهو، 1 2 3 3 2 1 1 سالب 1 0 بتساوي 96. تعال نفك المحدد ده، هنفك المحدد ده لوحده وبعدين نرجعه للمعادله. فهاجي اقول له ادي الواحد وهفتح قوس، ناقص 2 وهفتح قوس، زائد 3 وهفتح قوس. الواحد على مهلك يا استاذ خالد، وادي الورق. الواحد الصف اهو، وادي العمود، بنلغي الصف ونلغي العمود، 2 في 0 بصفر، سالب في سالب 1 هيطلع فيها الواحد. الاثنين برضو بلغي الصف بتاع الاثنين والعمود بتاع الاثنين، 3 في 0 بصفر، 1 في سالب في 1 بسالب 1. برضو بلغي صف الثلاثة والعمود بتاع الثلاثة، 3 في سالب 1 بسالب 3، و1 ناقص 2 بسالب 2. نطلع بقى الناتج، 1 في 1 ب1، سالب في سالب بموجب 2، زائد 3 في سالب 5. يبقى 1 زائد 2 3، وهنا دول 15، هيطلع الناتج سالب 12. يبقى كل المحدد اللي معايا ده كله انا طلعته بيساوي سالب 12، فهاجي اقول له يبقى سالب 12 س تكعيب بتساوي 96. بالقسمه على سالب 12 هنا وعلى سالب 12 هنا، يبقى الس تكعيب هتساوي سالب 8. وهاخد الجذر التكعيبي للطرفين، تبقى الس هتساوي سالب 2، ويبقى مجموعه الحل سالب 2. تعال نشوف بقى مجموعه الحل هنا، في مجموعه الحل 4، في مجموعة حل 2، في مجموعة حل 3، في مجموعة الحل سالب 2، يبقى الإجابة سالب 2. بيقول له أوجد قياس الزاوية بين المستقيم س ناقص 1 على 2. س ناقص 1 على 2 وص ناقص 2 على 1 وع زائد 3 على سالب 2 والمستوى س زائد ص زائد ع بتساوي 0. عشان اجيب قياس الزاويه يبقى لابد ان انا اجيب متجه الاتجاه بتاع المستقيم ومتجه الاتجاه بتاع المستوى. متجه الاتجاه بتاع المستقيم اللي هو ه 1 عباره عن 2 و1 وسالب 2. ده متجه الاتجاه بتاع المستقيم اللي هو الاتنين دي والواحد دي والسالب اتنين دي. اما متجه الاتجاه بتاع المستوى هو عبارة عن واحد هنا وواحد هنا وواحد هنا، يبقى واحد وواحد وواحد. خلي بالك انت بتجيب الزاوية بين المستقيم والمتجه العمودي، فانت بتجيب الزاوية دي، العمودي اهو وادي المستقيم اهي، لكن انا عايز اجيب الزاوية بين المستقيم والمستوى، بعد ما بجيبها بطرح من 90 عشان اجيب الزاوية دي. يبقى انا لما بجيب الزاويه بين المستقيم والمتجه العمودي، مش بجيب الزاويه بين المستقيم والمستوى، ده انا بجيب الزاويه بين المستقيم والمتجه العمودي، اللي هي الزاويه دي هنسميها مثلا الفا، بس مش هي دي الزاويه اللي انا عايزها، ده انا عايز الزاويه اللي تحت دي موجوده في مثلث قائم، الزاويه دي والزاويه 90 والزاويه دي، انت جبت دي فبتطرح من 90 عشان تجيب دي. يلا نجيب الزاويه الاول بقى، فبنيجي نقول له جتا الفا، انا بجيب الفا بتساوي ه واحد ضرب قياس ه اتنين، يعني ادي اتنين ودي واحد ودي سالب اتنين، وهنا واحد وواحد وواحد، على معيار الاتنين باربعة والواحد بواحد والاتنين التانية باربعة، على الجذر التربيعي لواحد زائد واحد زائد واحد. يبقى جتا الفا بتساوي اتنين في واحد، اتنين في واحد باتنين، واحد في واحد بواحد، وسالب اتنين في واحد بسالب اتنين، وهنا جذر التسعة، وهنا جذر كام؟ جذر تلاتة. راحت دي مع دي، ويبقى الناتج عبارة عن جتا الفا تساوي واحد على تلاتة جذر ايه؟ تلاتة. نعيد تاني بس المسألة بالراحة كده، انا خدت المتجه الاتجاه الاولاني اتنين واحد وسالب اتنين، ادي اتنين وواحد وسالب اتنين، وخدت متجه الاتجاه التاني واحد وواحد وواحد، هنضربهم ضرب قياس اتنين في واحد باتنين، واحد في واحد بواحد، سالب اتنين في واحد بسالب اتنين، وهنا المعيار بتاع ديت هيبقى تسعة، والمعيار بتاع دي هيبقى تلاتة، هيبقى جتا الفا بواحد على جذر ايه؟ جذر تلاتة.
وبعدين بطرح من 90 بعد ما بجيب الزاويه واطلع الايه الناتج بتاع الايه المساله. ماشي، هنحل المساله بتاعت حنين اللي هي كانت اتصلت بينا دلوقتي، نكتبها كده يا استاذ خالد معلش. هي كانت ميم زائد سين اس سنون، ميم زائد احنا كنا عايزين نحلها، ما احنا وهنحلها دي. طب اسمح لي انا هحلها. ماشي اتفضل. سين اس اصلا احنا حللنا لها واحده ومشينا. ميم زائد سين اس سنون بتساوي 3000 3000 زائد 6000 سين 6000 سين زائد 5000 سين تربيع 5000 سين تربيع زائد نقط 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 نقط. طيب انا هقول له ميم زائد سين الكل اس سنون وهفك عادي، هفك واقارن المعاملات. سنون زائد نون قاف واحد ميم اس واحد نون ناقص واحد في سين اس واحد زائد نون قاف اتنين سين تربيع في ميم اس نون ناقص اتنين ميم اس نون ناقص اتنين في سين اس اتنين زائد خلاص انا هقارن المعاملات يعني ثلاث حدود اللي هو مديها لي. هبدا اقول له يبقى معنى كده ان الثلاثه الف بتساوي ميم اس نون. هستفيد من دي فان بعوض فيها، وابدا اقول له كمان ان نون قاف واحد ميم اس نون ناقص واحد بتساوي سته الف. هنا هعوض عن بقى فكها. وهبدا اقول له برضه هنا انه نون قاف اتنين ميم اس نون ناقص اتنين هتساوي خمسه الف. مظبوط الكلام ده؟ مظبوط كده. لو قسمنا دي على دي، لا انا هفك الميم اس نون احطها ب 3000 في الثاني في الجزء الثاني، ما ميم اس نون ب 3000. انا ممكن برضو لو قسمت دي على دي هطلع المساله لان غير الالف خالص. ماشي. يبقى هقول له نون قاف واحد على نون قاف اتنين في ميم اس نون ناقص واحد على ميم اس نون ناقص اتنين هتساوي انا قسمت دي على دي تساوي 6 على 5. صح كده يا مستر؟ ميم هتطلع ب 3. طيب يبقى تعالى نفك بقى كده، دي نون قاف واحد يعني نون وديت عباره عن نون في نون ناقص واحد وهنا هتطلع بميم واطرح الاسس اللي هي نون ناقص واحد ناقص نون زائد اتنين بتساوي ستة على خمسة. النون راحت مع النون وهنا النون برضو راحت مع النون وتبقى المسألة عبارة عن ميم على نون ناقص واحد بتساوي ستة على خمسة. ولسه في معادلة هرجع اعوض عن المعادلة الأولى، ما هي ميم هتطلع بتلاتة، ميم بعد الاختصار هتطلع ميم بتلاتة، ميم بتلاتة اقدر اطلع بعد ما اجيب ميم بتلاتة بطلع مسألتي بقى. احنا قسمنا ده على ده، قسمنا نون قاف واحد على نون قاف اتنين وهنا ميم اس نون ناقص واحد على ميم اس نون ناقص اتنين بتساوي ستة على خمسة. نون قاف واحد بنون، نون قاف اتنين بنون ناقص واحد، نون في نون ناقص واحد. ما هم انا عندي ثلاث معادلات، فالثلاث معادلات هيسهلوا لي عملية الحل. انا عندي ستة الف سين، ستة الف، انا عندي ثلاثة الف بتساوي ميم اس نون. دي اول خطوة هستفيد منها بالثلاثة الف دي، بعوض فيها في المعادلة الثانية اللي هي ستة الف هتساوي نون قاف اتنين. ما انت عندك اللي هي احنا عشان طيرنا الالف. يبقى احنا هنقول له نون قاف واحد في ميم اس نون ناقص واحد بتساوي ستة في ميم اس نون. ماشي. طيب يبقى في الحالة ديت هيبقى نون قاف واحد في وهقسم ده على ده هيديني ستة اس ميم. يعني نون بتساوي ستة ميم. نرجع نحطها بقى في المسألة تاني هنا. طالما نون بتساوي 6 ميم يبقى احطها في المساله اللي هي هنا كده، 6 ميم يبقى دي 1 على 6 ميم ناقص 1 مش كده؟ هو المقارنه ما تبقى اسهل يا استاذ خالد لو انا عملت ايه؟ انا دلوقتي كتبت ايه؟ بقارن، انا كتبت 3 الف اول حاجه بتساوي ميم اس نون. نحلها من الاول يا فندم. ماشي. يعني نقول له ادي ميم زائد سين الكل اس نون بتساوي 3 الف زائد زائد بص انزل الورقه يا استاذ خالد زائد 6 الف سين بص على الشاشه اهي اوكي زائد 6 الف سين زائد 5 الف سين تربيع وتعالى نفك. ماشي. يبقى اول حاجه ميم اس نون اوكي زائد نون قاف واحد ميم اس نون ناقص واحد سين اس واحد. ماشي. زائد نون قاف اتنين ميم اس نون ناقص اتنين سين اس اتنين. دول كده وصلنا لثلاث حدود اللي هو قايل عليهم.
نساوي بقى كل حد بحده، يبقى 3 ألف بتساوي ميم أس نون. دي أستفيد منها، أبدأ أعوض في المعادلة الثانية، يبقى 5 أدي أول معادلة وخمسة، ويبقى هنا نون نون في نون قاف واحد ميم أس نون ناقص واحد بتساوي 6000. 6000 خلاص، هشيل بقى الميم أس نون دي هجزأها، تبقى ميم أس نون على ميم، يبقى نون قاف واحد في ميم أس نون على ميم، في ميم أس نون على في ميم أس واحد سالب واحد ماشي تساوي 6000. 6000 هشيل الميم أس نون دي واحط بدلها 3000، يبقى نون قاف واحد في 3000 في ميم أس سالب واحد بتساوي 6000. ال 3000 مع ال 6000 يبقى اديني 2 في الطرف الايسر، يداني 2، يبقى نون نون على ميم بتساوي 2. ادي اول معادله. نمسك المعادله الثانيه. بالظبط كده، المعادله الثانيه اللي هي نون قاف 2 ميم نون ناقص 2 هتساوي 5000. خلاص، وهنقول له يبقى نون قاف 2 في ميم اس نون في ميم اس سالب 2 بتساوي 5000. شيل ميم اس نون وحط 3000، يبقى نون قاف 2 في 3000 في على ميم تربيع، الميم بتساوي 5000. الالف راحت مع الالف. بالظبط كده، وانا عندي نون في نون ناقص 1 على 2 في 3 على ميم تربيع بتساوي 5. ماشي، وعندي معادله قبل كده جبتها اللي انت لسه. انا بقى هشيل، انا عندي النون بتساوي 2 ميم، هشيل كل نون واحط مكانها ميم، هشيل كل نون واحط بدلها 2 ميم. 2 ميم، يبقى ادي 2 ميم في 2 ميم ناقص 1 على 2، هنا 3 على ميم تربيع بتساوي 5. يبقى الميم بتساوي 3 عشان نريح الناس. الاثنين راحت مع الاثنين والميم راحت مع التربيع. ونضرب وخلاص، ما انا جبت الميم ب3 عشان نبينها. هيبقى 6 ميم ناقص 3 بتساوي 5. انا هضرب 3 في ميم ب 6 ميم، 3 في 1 ب 3، هنا هتساوي 5، يبقى 6 ميم هتساوي 8. 6 ميم ناقص 3 بتساوي 5 ميم، اذا ميم بتساوي 3. وبعد ما اجيب ميم ب 3 بقى يبقى انا خلصت مسالتي كده، لو جبت ميم ب 3 مش هتطلع، مش هتطلع ب 3. 6 ميم ناقص 3 بتساوي 5. انت بقى في اختصار هنا، 2 مع 2 راحت في 2 نون، يعني المهم نكملها. طب معانا حاتم. الو حاتم، نكمل بس، يبقى الميم هتساوي 4 على 3. ويبقى النون هتساوي 2 في 4 على 3، تطلع ب 8 على 3. ويبقى الالف، نجيب الالف، يبقى 3 الف بتساوي ميم اللي هي 4 على 3 الكل أس نون، هو 8 على 3. نراجع كده الخطوات، لك ربما يكون في حاجه غلط. احنا اول معادله طلعناها ان الميم على النون، ان النون على الميم بتساوي 2، يعني النون بتساوي 2 ميم، صح كده؟ ميم بتساوي 2 نون، صح، نون بتساوي 2 ميم، نون بتساوي 2 ميم. خلاص، المعادله الثانيه نون قاف 2 في ميم ناقص في ميم في ميم اس نون ناقص 2 بتساوي 5000. يبقى نون قاف 2 في ميم اس ميم اس نون في ميم اس سالب 2 بتساوي 5000. شلنا الميم اس نون وحطيناها مكانها 3000، والميم اس سالب 2 حطيناها مكان تربيع، الالف راح مع الالف. يبقى هنا في 3 وهنا في ميم تربيع، والنون قاف 2 دي اللي هي نون في نون ناقص 1 على 2. ايوه مظبوط كده. ايوه، احنا هنشيل كل نون ونحط مكانها 2 ميم، يبقى النون دي احط مكانها 2 ميم، والنون اللي جوه احط مكانها 2 ميم ناقص 1 مضروبه في 3 على 2 ميم تربيع. طيب، يبقى الاثنين هتروح مع الاثنين والتربيع هتروح مع الميم. ماشي، يبقى 2 هضرب حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى 6 ميم ناقص 3 بتساوي 5 ميم. وودي 6 ميم ناقص 5 ميم هتساوي 3. يبقى الميم فعلا هتساوي 3. ما الميم ب 3. ولما نرجع نقول خلاص الميم ب 3، يبقى النون هتساوي 2 في 3 هتبقى ب 6. بس خلاص. ونجيب الالف. يبقى 3 الف بتساوي ميم اس نون، يبقى 3 الف بتساوي الميم ب 3 والنون اس 6. صح كده؟ خلاص كده كده. ماشي. ونطلعها على طول. ماشي، ما هي خلصت كده. ماشي يا استاذ خالد. معانا حد على التليفون؟ لا خلاص، ماشي هات نشوف المسألة اللي هنا. ماشي، بتقول إذا كانت الكرتان س ناقص واحد الكل تربيع وسط تربيع. أيوه ماشي. ألو ألو حاتم. ألو 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 أستاذ ماهر. اتفضل يا حاتم، عندك سؤال ولا إيه؟ حسن. أنا عندي أسئلة كتير. أسئلة كتير؟ يا حسن. عندي سؤال في ذات الحدين، بيقول أوجد معامل س ناقص 5 في مفكوك
سين أس 5 في مبكوك. أيوة. 1 زائد سين زائد سين تربيع الكل أس 6. 1 زائد سين زائد سين تربيع الكل أس 6. تمام. طب دي هقول لك الحل على طول كده وتفكر فيه ونشوف التاني يا حاج. احنا كلها قدامه ما فيهاش حاجه. بص يا هنا على طول بعملها ازاي بجزئها الى حدين دي. في سين زائد في سين تربيع. 1 زائد سين فقوس زائد سين تربيع فقوس الكل اس 6. ماشي معايا؟ يا تمام معاك يا استاذ. لا نفكها له قدامه. طب ماشي عشان مع الوقت بس نكسب. ماشي يبقى هنقول له ايه؟ 1 زائد سين الكل اس 6 ده الاول حد زائد 6 قاف 1 في 1 زائد س الكل اس 5 في س تربيع الكل اس 1. وهنا 6 ق 2 في 1 زائد س الكل اس 4 في س تربيع الكل اس 2. بس خلاص كده انا مش عشان عايز س اس 5 فزي كده هتطلع س اس 5. بالنسبه للمفكوك ده في س اس 5 في المفكوك ده حسن اسمه حسن. تمام. يبقى لو انت فكيت ده لوحده كده خدته على جنب كده 1 زائد س الكل اس 6 تعال نفكه مع بعض. 1 زائد 6 ق 1 س اس 1 زائد 6 ق 2 س اس 2 زائد 6 ق 3 س اس 3 زائد 6 ق 4 س اس 4 زائد 6 ق 5 س اس 5 زائد س اس 6 يبقى 6 ق 5. يبقى انت عندك معامل س هنا اول معامل عندك اهو. يبقى انت لو عايز تلم المعاملات بقى اول معامل عندك من هنا اللي هو 6 ق 5. طب بالنسبه لدي بص يا حسن انا هيطلع من هنا س تكعيب واضربها في س تربيع واضربها في س تربيع تطلع س اس 5. طب الس تكعيب دي عباره عن ايه؟ المعامل بتاعها عباره عن 6 ق 1 وده لما افكه هيبقى عباره عن 5 ق 3 س تكعيب في س اس 2. من هنا س تكعيب وهنا س اس 2 هجمعهم يطلعوا س اس 5. يبقى ده معامل س اس 5 برضه. تمام. نيجي بعد كده لدي دي س اس 4 عايز اضربها هنا في س اس 1 هتبقى 6 ق 2 وتعالى نفك دي اللي هو 6 ق 1 س اس 1 في س اس 4 بس هيطلع هنا س اس 5 وهنا س اس 5 والمعامل هنا كان بتاع س اس 5. هتجمع انت المعاملات بس يا حسن يعني هتقول له 6 ق 5 زائد 6 ق 1 في 5 ق 3 زائد 6 ق 2 في 6 ق 1 غير يا حسن. ايه السؤال الثاني يا حسن؟ دي المعاملات بتاعه المقدار ده. تمام. السؤال الثاني بيقول اوجد معامل اكبر حد في مفكوك 2 س زائد 3 فاضل كل اس 3. معامل اكبر حد في مفكوك كام؟ 2 س زائد 3 فاضل كل اس 8. 2 س زائد 3 فاضل زائد 3 فاضل الكل اس 8. الكل اس 8. انت الاول بتجيب له ح ر زائد 1. ح ر زائد 1 اللي هي 8 ق ر في 2 س الكل اس 8 ناقص ر في 3 ص الكل اس ر. وتفككها يبقى 8 ق ر في 2 اس 8 ناقص ر س اس 8 ناقص ر في 3 الكل اس ر في ص اس ر. انت عايز المعامل. المعامل هيبقى 8 ق ر في 2 اس 8 ناقص ر في 3 الكل اس ر في س اس 8 ناقص ر في ص اس ر. مظبوط الكلام ده؟ تمام. هتقسم انت طبعا ح ر زائد 1 على ح ر. ح ر زائد 1 على ح ر يعني حدين متتاليين ورا بعض؟ حدين متتاليين مع بعض. ماشي. تمام. المفروض ان ح ر زائد 1 على ح ر ده يطلع اكبر من 1 عشان اللي يبقى اللي فوق هو اكبر حد. تمام. ماشي. ولو اصغر حد يبقى اصغر من 1 ولا ايه؟ اه. تمام ماشي. يبقى بنيجي نقول له ح ر زائد 1 على ح ر ديت اللي هي عباره عن 8 ناقص ر زائد 1 على ر في معامل الثاني ان بتاخد المعامل بس في 3 على 2 اكبر من الواحد. اكبر من الواحد. مظبوط الكلام كده؟ حاجه تانية يا حسن ولا هنكمله عشان الوقت؟ عندك سؤال تاني سريع؟ ماشي ماشي. هتحل انت المعادله دي يا حسن هيطلع الحد بالحد اللي انت عايزه اللي هو معامل ر اللي انت هتطلعه. ماشي. اعزائي الطلبه لنا لقاء اخر مع الحلقه تاني بكره ان شاء الله. عندنا كذا حلقه فهنحاول نجمع الاسئله بتاعتكم دي ونحلها مره تانية. والى اللقاء في حلقات اخرى والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.